السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب اخواني وحبايب قلبي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح ناخذ مع بعض حلقة امريكي براوني، نحن بنقوله بالفرنسي بغوني. هو نوع من انواع الكيك، بعتبره مثل الكيك لانه بس بيجي طري وشوي من جوا وفيه شوكولاتة كثير، غني بالشوكولاتة كثير، فعشاق الشوكولاتة اليوم رح ينبسطوا كثير على الفيديو. بتمنى انه تشتركوا بالقناة وتفعلوا اللي ما اشترك وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وهلأ خلينا نروح مع بعض نشوف المقادير، توكلنا على رب العالمين. المقادير: بدي معلقتين كبار طحين، وبدي جوز 50 جرام ما يعادل 5 معالق كبيرة، 4 بيضات، وبدي 150 جرام شوكولا ما يعادل 25 مكعب صغير من هذا الشكل، وكمان بدي سكر 130 جرام ما يعادل 13 معلقة كبيرة، وبدي كمان إن شاء الله زبدة 125 جرام. وهلا بنروح على طريقة التحضير. وهلا بناخذ السكر، بسم الله، بنحطه هون، وبناخذ معلقتين الطحين الكبار بنحطهم فوق السكر. هلا اول شيء بنخلط هيك على السريع. هلا هون في ملاحظة، هلا نحن لازم نحط ال4 بيضات هون، بس لازم نحط كل بيضة نخلط، كل بيضة نخلط، ما بس نحط الأربعة بعدين نخلط، يعني لازم نحطهم بالتقسيط. هلا 99.99% من المعلمين المصلحة بيحطوا البيض، بدقوا البيضة وبيحطوه مباشرة فوق السكر وطحين، وهذا الشي غلط. لازم أول شي تحطوا البيضة هون لتشوفوا إذا القشر البيض موجود بتشيلوه، بعدين بتحطوا البيضة هون، شوفوا شلون، هاي شغلة كتير مهمة وضرورية. بس انا حطيت البيضة فرضا، شوف في شي قشر بيض، ما في قشر بيض بحطه هون، بسم الله. هيك ما بصير تفقسوا البيضة مباشرة فوق العجينة، لانه في حال طلع بالبيضة في قشرة، في قشر كارثة خالص، ما بعود فيكم تستفادوا منها، وتصيركم تصيروا مرة تانية تكبوا وتعيدوا مرة تانية، شايفين كيف اخواني. وهلا بنرد مرة تانية، بناخذ، شوفوا كيف بناخذ البيضة ومننزلها، وين نزلناها؟ على جناب، بسم الله. وهكذا رح اعمل مع كمان البقايا هيك نفس الشيء، وبرجع لكم باذن الله. لازم نحط الشوكولا بهالطريقة هي على الطنجرة فيها مي، وبنحط مع الطنجرة بنحط زبدية بتتحمل مقاومة للحرارة، بنحط فيها شوكولا، بسم الله، وبنحط الزبدة، شايفين كيف؟ بهذا الشكل. وبنشغل طبعا الغاز على درجة حرارة وسط، نتركهم شوي بس يبلشوا يدوبوا، بنيجي كل شوي وبنحرك لحتى يدوب الشوكولا على الاخير بتصير جاهزه. شايفين كيف اخواني؟ كل ما هيك ها شوفوا لبلشت تدوب انا بحركها. طبعا انا جهزت السكر وطحين وحطيت معهم الاربع بيضات مثل ما قلت لكم، بيضه وبيضه مثل ما شرحت، جاهزه وعم تستنى الشوكولا. وهلا شوفوا شلون اخواني بنخلط هيك. طبعا هو في عده طرق بس كلها تؤدي الى البراوني، وبقى كل شخص هو على حسب طريقته. هلا بناخذ الشوكولا، بسم الله، وبنحطها بهذا الشكل، بسم الله، بنحرك منيح لحتى يتوحد اللون ويصير كله نفسه ان شاء الله، نفس اللون يعني. وبس صار اللون بدي احط الجوز. طبعا الجوز انا طحنته هيك شوي بايدي، شايفين كيف هيك بده يكون، وحسب الرغبة يعني، ما بكون تحطوا جوز تحطوا شي تاني ما بيأثر، في ناس تحط بندق، هذا على حسب الرغبة بالضبط. شوفوا شلون هلأ، وهلأ لحط الجوز ان شاء الله، بسم الله، شايفين كيف الجوز مناسب، مو اكتر من 50 جرام، يعني 40 جرام 50 جرام منيح.
هلا صارت جاهزة. هلا بدي جيب القالب وادهنه زبدة. هلا بورجيكم شلون، مشان اسكب فيه هذا هاي العجينة وحطها بفرن 180 درجة لمدة ربع ساعة و20 دقيقة. لحط الفرن وجهز وجهز القالب ان شاء الله. وهلا اخواني مثل ما كنتم شايفين انا خلطتها، جبت قالب مربع او مستطيل ما بيأثر، يفضل ما يكون دائري لانه الدائري رح يعذبكم بالتقطيع، لانه احنا بنقطعها على شكل مربعات. وبجيب معه ورق زبدة، اللي ما عنده ورق زبدة يدهن مباشرة زبدة ما بيأثر. انا بحط ورق زبدة وبدهن كمان زبدة، هون بدهن زبدة او عندي بخاخ رح استخدمه، بخ شوية زبدة هون عشان بس تطلع معي، بس تطلع من الفرن تطلع زبطة. في نقطة كتير مهمة قبل ما احط هي، لازم تحطوا الفرن تحموه قبل ما تحطوا القالب جوات الفرن. وهلا اخواني رح احطها بسم الله، بعد ما حطيت لها الزبدة شايفين كيف، وهلا رح احطها بالفرن ان شاء الله على 180 درجة لمدة ربع ساعة و20 دقيقة، وبعدين بطلعها وان شاء الله تكون الامور كلها تمام. بورجيكم النتيجة بإذن الله. وهلا حبايبي مثل ما كنتم شايفين شلون طلعت، طبعا أنا شلتها من هون، شوفوا شلون، فيكم تحملوها بشكل طبيعي عادي، ما بتقطعوها لحتى تبرد، هي شغلة كثير مهمة. شلون بنعرف إنه هي استوت من جوا؟ بناخذ السكينة، شايفين سكينة نظيفة، بنعملها هيك وبنطلعها، شوفوا شلون. هلا إذا كانت كلها هيك شوكولا هيك كذا من هون من الطرفين معناتها هي لسه ما استوت، بس طالما إنه السكينة لساتها نظيفة معناتها هي استوت. رح اتركها لحتى تبرد، وبس تبرد رح نقطعها بإذن الله. ولا حبايبي بعد ما بردت شلتها بسهولة من الورق الزبدة. هلا نحن أول شي طبعا لازم نقص الحواف، بعدين من من من, من هذا بنبلش نقصها. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كيف بهذا الشكل بنقص الحواف. وهلا بعد ما قصينا الحواف بنعمل من دوزن قديش بدنا نحن. بسم الله، ناخذ واحدة نحطها على صحن لاعملكم موديل ورجيكم اياه شلون. وهلا حبايبي مثل ما كنتم شايفين انا قطعتها. هلا هون شوفوا شو حاطط، انا حاطط كريم انجليزي او كريم انجليز بنقول له، اللي ما بيعرف يعمل كريم انجليز يدخل، رح احط الرابط ان شاء الله بصندوق الوصف، يدخل يتعلم شلون يعمل كريم انجليز. اخواني قناتي مو بس انه اورجيكم شلون تطبخوا وورجيكم الطبخة شلون مكوناتها والمقادير وطريقة التحضير، لا، قناتي اسمها الثقافة الفرنسية، يعني أنا مهمتي مو بس أعلمكم طبخة، مهمتي أعطيكم حتى الفرنسيين شو الأسلوب اللي بيضيفوا فيه الصحن. بفرنسا لما بيكون ضيف موجود عندكم بالبيت بهذا الشكل بيضيفوه، الكريم أونجليز مع البراوني، يا بتحطوه هيك إذا عندكم بريق صغير وهو الضيف بكت على حسب ما بده، أو إذا ما عندكم هذا ما موجود بتحطه على صحن صغير بهذا الشكل. عرفتوا كيف اخواني؟ الكريم انجليز بيضيف مع البراوني. في طريقة تانية للتضييف، كون دغري مباشرة من هون ما بيأثر، بس انا حاططها عندي مسبقا. وبناخد وحدة براوني وبنعمل لها هيك. بس بقي عنا شغلة أخيرة اللي هي السكر الناعم. بسم الله، ومثل ما كنتم شايفين حبايب قلبي بتضيفوا يا بهالطريقة يا بهالطريقة، انتم بتختاروا الطريقة اللي بدكم اياها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، وفعلوا زر الجرس. بتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم. الأكلة كتير كتير طيبة، البراوني طالع كتير طيب، والكريم أونجليز كمان طالع كتير طيب. انتبهوا على حالكم وانطروني فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.